سأت لواحد الزميل ديالي ولكن ماشي من القلب ديالي غير 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 عفوية. نتمنى ان شاء الله من القدام هادشي ما يطراش ونتمنى من خير لا ليا ولا الزميل ديالي ولا ليكيب ديالنا. حاجة اخرى بالنسبة للناس اللي تيقولوا كان باغي يشتف على توني ديال فريق الرجاء البيضاوي، انا ما عمرني نشتف على توني ديال فريق الرجاء البيضاوي وما عمرني نشتف على شي توني في المغرب في اي فرقه المنتخب لا اي فريق، ما عمرني نشتف على شي توني لانني كبير على الشتيف ديال التونيات وكنحترم اي توني، وبالخصوص احترمت فريق الرجاء البيضاوي التوني ديالو احترمته من نهار جيت حتى ليومنا هذا. اي واحد كيطيح في الخطا، اليوم طحت في الخطا، الناس ملي كطيح البقره كيكثروا الجناوه. كنتمنى من الناس يكونوا واعين ويعرفوا شنو هو تيقولوا، لان زكريا حذلاف عارف راسو مربي ومخلق اون بليس راجل وراجل لونس، ما تنديرش انا شي حاجه اللي هي خايبه. والتوني ديال الرجاء البيضاوي على راسي وعينيا ونبقى نحترم العقد ديالي حتى الاخر رانا. هذيك الساعه يمكن ليا اما نمشي اما نبقى، اما باش نشتف على التوني راه ما نشتفش على التوني وشكرا.